فعاليات ومناشط ومسابقات وجوائز، فنون شعبية وصناعات حرفية مع وجود المأكولات العمانية، كل هذا بين ربوع القلعة الشهباء، قلعة نزوة بمحافظة الداخلية، بتنظيم شركة بوادر العالمية وبرعاية بنك ظفار وإسمنت عمان، وبالتعاون مع جمعية المرأة العمانية بمحافظة الداخلية. سعدوا الأطفال بالهدايا، وسعدوا أكثر بأسلوب محمد المخيني بتقديم المسابقات، حيث اجتمع الجميع حوله بكل محبة وسرور. الخيمة البدوية كانت حافلة بزوارها، وقد ضمت الصناعات الحرفية فيها، وكذلك أركان التسوق والمشغولات اليدوية. نعم، يعيش هذا الوطن الأبي، ويعيش السلطان هيثم بن طارق، ونعيش بأمن وأمان ورقي وازدهار بإذن الله. محمد العامري، لمؤسسة عمان ميديا للإنتاج الفني.